الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بكرة عيد التجلي، النهاردة ليلة عيد التجلي، فكل سنة وانتم طيبين. ثانيا، التنبيه اللي بالنبي كل يوم انه معهد الأورام بيبعت عربية علشان التبرع بالدم، كان موجود النهاردة الظهر وهيبقى موجود يوم الخميس الظهر إن شاء الله. فأرجو أن كل واحد يهتم بهذه النقطة. ممكن لتر الدم اللي أنت بتتبرع بيه ينقذ حياة إنسان، وإنت لما بتتبرع بلتر الدم ده دمك بيتجدد، مش مثلا بتضعف، بالعكس دمك بيتجدد. النقطة الثانية، أبواب الدير بتتقفل الساعة 10 مساء. خلاص احنا النهاردة التلات، باقي عندنا بكرة وبعده بس الأربع والخميس، لأن يوم الجمعة، يوم الجمعة بنخلص العظة الساعة 9، وبعدين بنبتدي في نص الليل ونخلص القداس 5 الصبح. فيوم الجمعة صبح السبت محدش هيمشي، كله قاعد إن شاء الله. يعني النهاردة التلات وبكرة الأربع وبعده الخميس، اللي بالليل هتنصرفوا بالسلام لبيوتكم، وربنا يكمل الأيام بالخير. وبرضو بشكر من كل قلبي سيد مدير الأمن وكل مساعديه لغاية أصغر ضابط وأصغر عسكري، ربنا يعوضهم كل خير وبركة. نتابع يا أحبائي سلسلة امتنعوا عن كل شبه شر. عايزكم النهاردة تصحصحوا معايا جدا، عشان أنا شايف أن عظة النهاردة أهم عظة في الثمان عظات، السلسلة دي ثمان عظات، فأنا شايف أن عظة النهاردة أهم واحدة في الثمانية، عايزكم تصحصحوا معايا خالص. وأحبائنا في البيوت عايزكم برضو يصحصحوا معانا في عظة النهاردة. معلمنا القديس بولس بيقول في رسالته إلى أهل تسالونيكي، امتحنوا كل شيء، امتحنوا كل شيء، وتمسكوا بالحسن، وامتنعوا عن كل شبه شر. كل يوم بنقول ايه هو شبه الشر؟ ثلاث درجات بتوع الخطايا، بيبتدي بشبه الشر وبعدين الهفوات وبعدين الخطية الواضحة. ايه شبه الشر؟ اللي انت ما تعرفش هو شر ولا لا، فشبه شر كده، زي ما بيقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال، طريق يبدو مستقيما وعاقبة طرق الموت. طريق يبدو مستقيما، شكل الطريق مستقيم بس نهايته طرق الموت. تأملنا أحبائي في هذه الطرق التي تبدو مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، اللي هي شبه شر. أول حاجة، طريق المشغولية الزائدة في العالم أو في الخدمة. تاني حاجة تأملنا فيها، طريق المحبة الضارة، وتأملنا في المحبة الاستحواذية والمحبة المتحيزة والمحبة المدللة. تالت حاجة تأملنا فيها، طريق الصداقة الضارة، صديق بس ممكن صديق يقودك إلى طريق الموت، فده شبه شر. في بداية صداقتك ما فيهاش حاجة، بس لما يكون صديق غير صديق يعني يؤدي إلى طريق الموت. رابع حاجة تأملنا فيها، طريق العلاقات العاطفية الضارة. وخدنا قصة شمشون ودليلة وقصة أمنون وثامار. خامس حاجة تأملنا فيها امبارح، الآية بتاعت معلمنا القديس بولس اللي بيقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. وتأملنا امبارح
في العصرة اللي بتيجي من الملابس، في العصرة اللي بتيجي من الملابس، إن ممكن بنت بملابسها تعصر الآخرين، أو ولد بملابسه يعصر الآخرين. كل الأشياء تحل لي ألبس زي ما أنا عايز، ولكن ليس كل الأشياء توافق إنك تلبس لبس يعصر غيرك. النهاردة هناخد مثال تاني، في كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، وهي العثرة بالكلام. كل الأشياء تحل لي أتكلم زي ما أنا عايز، ولكن ليس كل الأشياء توافق، لأن ممكن كلمة تقولها أو جملة تقولها تسبب ليك أنت عثرة وللناس عثرة، وتؤدي إلى طريق الموت من كلمة أو من جملة. عشان كده معلمنا القديس يعقوب الرسول بيقول أننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. ولذلك يا أحبائي، أنت تتكلم زي ما أنت عايز، ولكن ليس كل الكلمات توافق، فينبغي أن يكون أن تكون كلماتك موزونة في محلها، وموزونة في وقتها، وموجهة لأذن سامعة. دول الثلاث عناصر اللي هتكلم عنهم النهاردة. كل الأشياء تحل لي في الكلام، ولكن ليس كل الكلمات توافق، فينبغي أن تكون كلماتك موزونة في محلها أو في مكانها، وموزونة في وقتها، وموجهة لأذن سامعة. دول ثلاث موضوعات كبار. أنا طلعت كل الآيات وقعدت أعمل كاتيجورايزيشن كده للآيات، يعني تبقى كل آية في مجموعة، ففي كلام يبقى في محله في مكانه، وفي كلام في وقته، يعني ممكن كلمة مظبوطة بس مش وقتها دلوقتي، مش وقتها، وممكن كلمة مظبوطة وفي وقتها بس اللي بيسمعك ما عندوش أذن سامعة يبقى ما تقولهاش. فبنغلط كتير، أوقات الكلام ما بيبقاش في محله، وأوقات الكلام ما بيبقاش في مكانه، وأوقات الكلام لا يوجه لأذن سامعة. تعالوا ناخد المجموعة الأولى، الكلام الموزون وفي محله. يقول سليمان الحكيم في أمثال 25: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. بتقول ورايا آية مشهورة دي، بس قول ورايا كده علشان تخيلوا كده، تفاحة ذهب في مصوغ من فضة، فالكلمة اللي متقالة في مكانها زي التفاحة الذهب اللي في مصوغ من فضة، يعني في مكانها. قولوا معايا، عايز اسمع كده، عايز الدنيا تبقى جامدة جدا. تفاح من ذهب، عايز اسمع، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. الكلمة دي في مكانها، مش تتقال في مكان تاني. تعالوا كده أحبائي ناخد شوية آيات من سفر الأمثال حول الكلام الموزون في محله. في أمثال 10 يقول إيه؟ كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. اللي بيكلم كتير هيغلط، إنما اللي بيضبط شفتيه وبيشوف إمتى الكلمة تتقال
والكلمة محلها دلوقتي. فده ضابط شفتي بيبقى عاقل. لو انت كلامك كتير قوي الكلام الكثير لا يخلو من معصية، اما الضابط شفتي في عاقل. في امثال 11 يقول ايه؟ المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم. ما تزعلش من اللي يحتقرك، لان ربنا وصفه انه مش بيفهم. لو حد شتمك وتطاول عليك ما تزعلش منه، لان ربنا وصف الذي يحتقر صاحبه انه ناقص الفهم. فواحد فهمه على قده ما تزعلش منه، تزعل من الكبير، تزعل من اللي فهمه كامل. انما ناقص الفهم اللي بيحتقر اللي قدامه او بيغلط في اللي قدامه ده ما تزعلش منه. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم، اما ذو الفهم فيسكت. يعني لقيت زميلك غلط غلطه ما تنزلش عليه بالكرباج، اسكت استنى، شوف كده لما يقعد معاك لوحده تتكلم معاه كلام هادي. ذو الفهم يسكت، يقول الكلام في محله. في امثال 12 يقول ايه؟ يوجد من يهزر مثل طعن السيف. اتنين بيهزروا مع بعض ويقول كلمة بيطعن اخوه بالسيف. انت ازاي تقول له كده؟ اصل كنت بهزر. بتهزر ايه؟ تهزر ايه؟ يوجد من يهزر مثل طعن السيف، اما لسان الحكماء اللي بيقولوا الكلام في محله، لسان الحكماء فشفاء. امثال 15 يقول الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. هتقول كلمه توجع اللي قدامك هيسخط ويغضب عليك. طب وليه تقول كلمه اللي قدامك يغضب عليك؟ كلام الموجع يهيج السخط. كلام الموزون في محله، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها في مكانها. أمثال 15 برضو يقول إيه؟ هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاج اللسان سحق في الروح. واحد لسانه هادي بيقول كلمة في محلها، هادي وبيفكر ما بيتسرعش فبيقول كلمة في محلها. أما اللسان آسف الأعوج يخلي روح اللي قدامه تسحق، لسانه أعوج. سفر النشيد اصحاح 4 يقول ايه؟ شفتاك يا عروس كسلك من قرمز، وفمك حلو. بتنقي الكلمة اللي تتقال في مكانها في محلها. بتفكري بتنقي الكلمة اللي تتقال في محلها، مش تقولي كلمة مش في مكانها. كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق. يعني ممكن تقول كلمة مش في مكانها. أنا عايز حد يرجع لي ده لورا، رجع ورا حبيبي ورا خالص. يعني ممكن تقول كلمة مش في مكانها تعمل مشاكل، تعمل لك أنت مشاكل وتعمل الآخرين مشاكل. تقول دي كلمة، ما الكلمة دي شبه الشر. خلاص حبيبي، خلاص حبيبي. الكلمة دي شبه الشر، شبه الشر. قلت كلمة قلبت كيانك وقلبت كيان اللي سمعها. إنما لما تتأنى وتضبط شفتيك وتكون وقور الروح وتسكت وتفكر، فما تقولش كلام يجيب لك مشاكل ولا يجيب للآخرين مشاكل. يشوع بن صراخ بيقول ايه؟ لا تزم قبل ان تفحص، تفهم اولا ثم وبخ. لا تزم
قبل أن تفحص. تفهم أولا ثم وبخ. يقول في سراخ 11 برضو آية جميلة جدا ومهمة: لا تجادل في أمر لا يعنيك. لا تجادل في أمر لا يعنيك. موضوع ما يعنيكش ما تدخش. ياللي داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا إيه؟ إلا ريحتها. الله، أمر لا يعنيك تدخل فيه ليه؟ ياللي داخل بين البصلة وقشرتها ما يدومك إلا ريحتها. فلا تجادل في أمر لا يعنيك. وكمان بتجادل وعمال الموضوع ما يعنيكش. خلي كلامك في محله في مكانه. يقول: ولا تجلس للقضاء مع الخطاة. في سراخ 18 يقول ايه: قبل القضاء كن على يقين من الحق، وقبل الكلام تعلم. يعني لو انت في منصب او قائد للشعب او رئيس مجلس ادارة او مهندس كبير وعندك ناس كتير، قبل ما تحكم تيقن، ما تظلمش حد. كن على يقين من الحق قبل القضاء. آية بقى جميلة 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 جت في سراخ 21، بتقول ايه: شفاه الجهال تحدث بالخزعبلات، وكلام الفاطنين يوزن بالميزان. كلام الفاطنين الحكماء يتوزن بالميزان، إنما شفاه الجهال تقول أي حاجة. يقول لك فلان ده يقول أي حاجة في أي حاجة، أصله فاضي ما وراهوش حاجة. إنما كلام الفاطنين يوزن بالميزان. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها. وإذا قلت كلمة مش مقولة في مكانها هتدفع ثمنها، هتدفع ثمنها، هتدفع ثمنها. إذا ما دفعتش ثمنها قدام الناس هتدفع ثمنها قدام ربنا. ده قانون إلهي. عشان كده يقول أيضا يشوع بن صراخ في إصحاح 28 آية مهمة جدا، يقول: اجعل لكلامك ميزانا ومعيارا، واجعل لفمك بابا ومزلاجا. ميزانا معروفة، معيارا ده اللي بيستخدموه الصيادلة ان هم يقيسوا بيه الدواء، ده بيقيس بالملي. المعيار الصيادلة بيقيسوا بيه الدواء بالملي. الميزان ميزان، زي ما بتوزن مثلا 2 كيلو جوافة، ولا ما فيش جوافة اليومين دول، في تفاح، في تفاح، يعني توزن مثلا 2 كيلو تفاح. انما إنما الدواء بيتوزن بالمعيار بالملي. فهنا يشوع بن صراخ بيقول إيه؟ اجعل لفمك بابا ومزلاجا. المزلاج اللي هو اللي بيقفل الباب، اللي بيتربس الباب، الترباس يعني. اقفل على الكلام جوه بقك لغاية ما توزن الكلام كويس وتعايره بالملي، وبعدين تفتح الباب وتطلع الكلام. معايا ولا سرحانين؟ اجعل لكلامك ميزانا ومعيارا، ولفمك بابا ومزلاجا. واقفل على بابك، اقفل على الكلام جوه، ووزن الكلام وعاير الكلام، عشان لما تيجي تطلعه يبقى تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها في محلها. معلمنا القديس بولس الرسول يقول ايه؟ لا تخرج لأهل أفسس، أفسس 4: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، ولا كلمة
ولا كلمة. ولا كلمة. بل كل ما كان صالحا للبنيان، يعني الكلمة اللي تطلع من بقك تبني، ولو مش هتبني ما تطلعهاش. الكلمة اللي تبني طلعها، كلمة اللي ما تبنيش ما تطلعهاش. كيما يعطي نعمة للسامعين، ويل لمن تأتي به العصرة، ويل لمن تأتي به العصرة. في كلوس 4 يقول ايه؟ ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. لو حضرتك النهاردة كلت بامية والبامية ما كانش فيها ملح، تقدر تاكلها؟ تروح عامل كده. لو جابوا لك فاصوليا والفاصوليا ما فيهاش ملح، ما تعرفش تاكل، تقول ايه؟ ففي كلام بيطلع كده ما فيهوش ملح، ما تعرفش تسمعه، يجرح ودنك. وفي كلام تاني بيبقى مملح، حياؤه جميل. ليكن في رسالة كولوسي، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. فكر كويس ويوزن كلامك كويس، وعاير كلامك بالملي عشان تطلع الكلمة تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها. معلمنا القديس بطرس الرسول يقول ايه؟ من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر. لما تخلي بالك من لسانك كل الأشياء تحل لك، ولكن ليس كل الأشياء توافق. لا يوافق أنك تقول الكلمة دي اللي ممكن تعمل مشاكل، تعمل لك أنت مشاكل وتعمل لغيرك مشاكل. عشان كده كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، لأن الكلمة دي هي شبه شر، نهايتها طرق الموت. يقول الأدباء اختار كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام. فكر في كلامك بوقت كافي، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. معايا ولا سرحانين؟ ادي وقت ان انت تختار الكلام، لان الكلام زي الثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. ويقول اديب اخر، اختيار الكلام اشد من نحت السهام. يعني اللي بينحت تمثال يفضل ينحت، انما عشان تختار الكلام اشد وأهم من نحت السهام. مثل عربي مشهور، تذوق كلامك قبل أن تخرجه من فمك. دوق الكلمة، دوقها في الأول، ما تبقاش سريع الكلام، دوق الكلمة في الأول، دوقها كده متحيقة ولا ما فيهاش ملح، حلوة ولا أنا آسف ولا مسخة. أوقات في كلام كده تلاقيه ماسخ كده، أنا آسف في اللفظ، يعني كلام ماسخ كده، وكلام تاني من غير ملح، وكلام تاني مملح، وكلام تاني موزون. تذوق كلامك قبل أن تخرجه من فمك. أديب تاني بيقول إيه؟ بين كذب القلوب وكسرها خيط رفيع، ألا وهو الأسلوب. بين كذب القلوب وكسر القلوب
خيط رفيع. الأسلوب إيه؟ كيف تتكلم؟ يا تكسب قلب اللي قدامك يا تكسر قلب اللي قدامك بحسب أسلوبك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها في محلها. ده أول مجموعة، كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. يحل لي أن أنا أقول اللي في قلبي، ولكن ليس كل الكلمات توافق. ممكن تقول كلمة تسبب لك عسرة وتسبب عسرة للآخرين وتعمل مشاكل وتنتهي بك إلى طريق الموت، ما هو ده شبه الشر. عشان كده هقول بس كلمتين أيتين، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها، واجعل لكلامك ميزانا ومعيارا. اللي بيعاير بالملي، اجعل لكلامك ميزانا ومعيارا ولفمك بابا ومزلاجا. فكر كويس قبل ما تطلع الكلمة، لأنه بين كسب القلوب وكسر القلوب خيط رفيع، ألا وهو الأسلوب. المجموعة الثانية بقى من الآيات، الكلام الموزون في وقته. يعني ممكن تبقى الكلمة في مكانها والكلمة مظبوطة، بس مش وقتها تتقال دلوقتي. يعني الكلمة بتاعتك جميلة جدا ومظبوطة وموزونة وكل حاجة، بس مش وقتها دلوقتي. جوزك راجع ومتنرفز قوي ومتضايق من الشغل، في حاجات كتيرة في الشغل مش شداه قوي، وهتقولي له كلمة وموزونة، بس مش وقتها. استني لما يرتاح، استني لما يروق، استني الوقت المناسب. سفر الأمثال بقى يقول إيه في أمثال 15، للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. قول ورايا أحبك صوت عالي، الكلمة، مش سامع، الكلمة، مش سامع، الكلمة في وقتها ما أحسنها. تاني قولوا ورايا، الكلمة في وقتها ما أحسنها. يبقى المجموعة الأولانية بتاعت الآيات، الكلمة اللي في مكانها اللي في محلها. المجموعة الثانية اللي هتكلم عنها دلوقتي، الكلمة اللي في وقتها، الكلمة في وقتها ما أحسنها. في أمثال 17 يقول إيه، ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح، بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه يحسب فهيما. ما تتسرحش في الكلام، وخلي الكلمة في مكانها وفي وقتها. أنا نفسي أحبائي الآيات دي، يعني طبعا العظة مسجلة وموجودة على قناة لوغوس وقناة ميسات، مع جزيل الشكر للقناتين، وفي اليوتيوب برضو. نزلوا الآيات دي واكتبوها عندكم واقروها كتير. في أمثال 21 يقول إيه، من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. تقول كلمة مش في وقتها تزعل اللي قدامك وتقلبه عليك وما ينساهاش. يعني ممكن جدا يكون جوزك أو تكون مراتك من الناس الأذكياء قوي اللي ما بينسوش، بعد 4 سنين تفتكر إنك قلت كذا. عشان كده يا يشوع بن صراخ بيقول في 2020، الزلة من السطح ولا الزلة من اللسان. انت لما تزل عن السطح رجليك هتتكسر وهتقعد 4 شهور ما تمشيش، وبعدين تمشي تبقى زي الفل.
إنما الزلة من اللسان مش هتتنسي الكلمة. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. خلي الكلمة في وقتها. الكلمة في وقتها ما أحسنها. يقول في أمثال 29: أرأيت إنسانا عجولا في كلامه، متسرع في كلامه؟ الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. الإنسان المتسرع في كلامه ده بيتكلم بسرعة وبيغلط كتير، الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. إنما أنت خليك وقور الروح، خليك وقور الروح، تأنى في كلامك، وخلي الكلمة في وقتها. الكلمة في وقتها ما أحسنها. يقول يشوع بن صراخ في إصحاح 11 برضو. يشوع بن صراخ ده بياخد إصحاح، يعني مثلا ياخد إصحاح عن الكلام كله، إصحاح تاني عن الصداقة زي ما اتكلمنا أول امبارح كده. يقول إيه؟ لا تجاوب قبل أن تسمع، استنى. أوقات واحد بيكلمك تروح رادد عليه على طول قبل ما يخلص كلامه، استنى، هات من الآخر، قصدي يعني استنى لآخره. ولا تعترض حديث أحد قبل تمامه، دي آية. مش بس من أداب الحديث إن إحنا ما نقطعش حديث حد، طبعا دي من أداب الحديث إن هو واحد بيتكلم ما تقطعوش، إنما دي آية. لا تعترض حديث أحد قبل تمامه، استنى كل واحد يخلص كلامه، حتى لو كان أصغر منك استناه خالص، وطبعا لو كان أكبر منك تستناه. في إصحاح 19 يقول إيه؟ رب عتاب لا يجمل، عتاب مش حلو، ورب صامت عن فطنة، ما تعتبش بسرعة، ده في عتاب يبوظ الدنيا. مرة زمان راهب كان زعلان مني في دير الأنبابول، فروحت لأبونا فانوس، قلت له عايز أروح لأبونا فلان أعاتبه. قال لي لا ما تروحش. قلت له ليه؟ مش الكتاب المقدس قال إن أخطأ أخيك اذهب وعاتبه؟ قال لا ما تروحش. وأنا يعني كنت بلامض معاه، أيوة يعني ليه؟ قال لي لو هو أبونا فلان كنت تروح، ولو أبونا فلان كنت تروح، ولو أبونا فلان كنت تروح له، بس أبونا ده ما تروحلوش، استنى شوية. رب عتاب لا يجمل، مش وقت العتاب، مش هيقبل عتابك، هتروح له مش هيقبل عتابك، ما تروحلوش، إنما اللي يقبل عتابك روح له. وده كلام الإنجيل. رب عتاب لا يجمل ورب صامت عن فطنة. نقرا بقى في إصحاح 20 يقول إيه يشوع بن صراخ: رب ساكت يعد حكيما، ورب متكلم يكره لطول حديثه. من الساكتين من يسكت لأنه لا يجد جوابا، ومنهم من يسكت لأنه يعرف الأوقات، يسكت لأنه عارف الأوقات. الكلمة في وقتها ما أحسنها. حتى الكلمة لو هي مظبوطة ما تتقالش دلوقتي، ليها وقت معين، لو قلت دلوقتي هتولع الدنيا، ما تتقالش. الكلمة في وقتها ما أحسنها. وتفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ما أقولش أي كلام، أوزن كلامي، ومن الكلام يبقى في محله، والكلام يبقى في وقته. يقول أيضا يشوع بن صراخ في إصحاح 20: الإنسان الحكيم يسكت إلى حين، أما العاتي والجاهل فلا يبالي بالأوقات، ويتكلم في أي وقت. جاهل 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 يتكلم في أي وقت.
لا، الكلمة في وقتها ما أحسنها. إذن نوزن الكلام يبقى في مكانه، ونوزن الكلام يبقى في وقته. آية للستات وللرجال. إنما في بتقول بقى في يشوع بن الصراخ إصحاح 26 يقول إيه؟ الملك المرأة المحبة للصمت عطية من الله. بيني وبينكم الست اللي تتكلم كتير قوي توجع الودن. يعني توجع الودن. إنما المرأة المحبة للصمت اللي بتوزن كلامها عشان كلامها يتقال في مكانه وكلامها يتقال في محله. المرأة المحبة للصمت عطية من الله. عموس النبي يقول إيه؟ عموس النبي ده عنده آيات حلوة قوي. عندنا هنا أبونا عموس سيدنا الأنبا مخيل كان دايما بيسمي أسماء جميلة من العهد القديم ما بتتسماش، يعني أبونا عموس وأبونا صفانيا وأبونا ملاخي، يعني وأبونا جاد، يعني الأسماء كده بتاعت العهد القديم. المهم عموس النبي بيقول إيه؟ لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. لما تلاقي الدنيا ملخبطة قوي والزمان رديء أسكت تبقى عاقل، لأنك مهما قلت مهما قلت مش هيقبلوا كلامك. الكلمة المقولة في مكانها والكلمة المقولة في وقتها. عشان كده معلمنا القديس يعقوب الرسول يقول إيه؟ إذن يا إخوتي ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم، مبطئا في التكلم، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. اسمع كتير وعلى مهلك وانت بتتكلم، اوزن كل كلمة، خلي كل كلمة في مكانها وخلي كل كلمة في وقتها. عشان كده خليك مبطئا في التكلم. يقول أيضا معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح الأول، إن كان أحد فيكم يظن أنه دين أنه متدين وهو ليس يلجم لسانه بل يخضع قلبه فديانة هذا باطلة. اللي ما يلجمش لسانه، اللي ما يحطش لجام في لسانه، ديانة هذا باطلة. اللي ما يلجمش لسانه ديانته باطلة. اللي لسانه مفلوت ديانته باطلة. إن كان أحد فيكم يظن أنه متدين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. يقول أيضا الحكماء في واحد اسمه جورج أليوت بيقول إيه؟ أرح لسانك أكثر مما تريح عينيك وأذنيك. قول جميل قوي، أرح لسانك أكثر مما تريح عينيك وأذنيك. ده ريحه أكثر من دول. واحد من الحكماء تاني قال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. واحد تاني قال يحتاج الإنسان إلى سنتين ليتعلم الكلام وإلى 50 سنة ليتعلم الصمت. حكمة سمعتها كتير قوي من البابا شنودة، كتير قوي 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 قوي، نقلا عن القديس رئيس الشمامسة حبيب جرجس. يعني كان سيدنا دايما يقول كنت بسمع من الأرشدياكون حبيب جرجس يقول
ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يكتب. ليس كل ما يعرف يقال، يعني مش كل حاجة تعرفها تقولها، خليك تقيل. وليس كل ما يقال يكتب، يعني ممكن حاجات تقوله إنما ما تكتبوش في رسالة في التليفون، لأن اللي هتكتبه في SMS في التليفون بقي دوكيومنت خلاص، ده بياخدوه دلوقتي وبيحكموا بيه. يعني المحاكم بتعتد بالرسالة اللي في SMS، فما تكتبش في حاجة في الرسالة، ما تكتبش حاجة، مش أي حاجة تتقال تتكتب. فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يكتب. دي المجموعة الثانية من الآيات. يبقى المجموعة الأولى الكلمة، الكلام الموزون فيما كانوا، تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها. المجموعة الثانية من الآيات الكلام الموزون في وقته، الكلمة في وقتها ما أحسنها. المجموعة الثالثة والمهمة أوي أوي أوي، دول أربع آيات بس، إنما الكلام الموجه لأذن سامعة. يعني ممكن يكون كلامك موزون في مكانه وكلامك موزون في وقته، بس اللي بيسمع ما عندوش ودن فما تتكلمش. أنا آسف الكلمة، ما تهترش نفسك، ما تتكلمش. يعني في ناس ما تكلمهمش. شوف بقى الكتاب المقدس يقول إيه في أمثال 9، خلي بالكم من الآيات دي مهمة قوي قوي قوي. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، هو مستهزئ مش هيقبل توبيخك، ما توبخوش. ومن ينذر شريرا يكسب عيبا، مش هيقبل كلامك. الله هو رب المجد، كل الناس قبلوا كلامه؟ هي العظات اللي بنقولها من الإنجيل كل الناس بتقبلها؟ لا طبعا، لا طبعا 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 لا. يقول لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، اعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديق صديقا فيزداد علما. أمثال 23 بقى آية هنقولها مع بعض، بس بعد ما اشرحها. في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. كلامك حكيم وفي مكانه وفي محله، بس اللي بتكلمه جاهل ما تكلموش، لأنه سيحتقر حكمة كلامك. كلامك يبقى حكيم وهو يحتقره، فما تكلموش. قول ورايا بقى كلام ربنا ده، في أذني جاهل. لا لا عايز أسمع، لا 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 دي عايز أسمع كل الناس اللي قاعدين، مش أقول الناس اللي قاعدين قد إيه، عايز أسمع. في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. تاني، في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. أما الآية الجميلة 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 اللي جاية دي، ما كلهم حلوين بس اللي جاية دي حلوة أوي، في أمثال 25 يقول إيه؟ قرط، قرط يعني حلق، قرط من ذهب وحلي من إبريز، إبريز اللي هو الذهب الخالص اللي هو 24 اللي هو دلوقتي الجرام أكتر من 1000 جنيه، مش صح؟ ها الجرام أكتر من 1000 جنيه، مرة 1004 مرة 1003 مش عارف أنا. المهم فالعيار 24 ده هو اللي بيسموه الإبريز، فيقول لك حلق، هقولها بالحلق من ذهب
وحلي، حلي اللي هو زي العقد يعني، حلي من إبريز من دهب خالص، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. الله الله، لما يبقى الموبخ حكيما والودن بتسمع، ادي الكلام. لما يكون الموبخ حكيما والودن بتسمع، عامل زي حلق من ذهب وحلي من إبريز من ذهب خالص، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. الآية الأخيرة اللي هقولها النهاردة، عشان عندك ليا في كده قصتين حلوين كده يفرفشون، بس طبعا الآيات هو الكلام التقيل. معلمنا القديس بولس بيقول لتلميذه تيموساوس، الله يخليكم خلي بالكم من الآية دي، والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها. أوقات تلاقي ناس بيتكلموا كلام غبي، كله غباء، يقول ده غبي، غبي بيكلم غبي، بيخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض، غبي بيكلم غبي، مباحثات غبية اجتنبها. وفي مباحثات سخيفة، كلام سخيف كده، يعني الغباء حاجة والسخافة حاجة تاني، يعني ده كلام غبي، واحد غبي والتاني سخيف دمه تقيل. مباحثات غبية ومباحثات سخيفة اجتنبها، اتكلم لأذن سامعة، خلي كلامك لأذن سامعة. لما تلاقي اللي قدامك كده اجتنبه. المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، علما أنها تولد خصومات. ما هي دي كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الكلام يحل لي، أنا أقول اللي أنا عايزه، ولكن لا يوافق أي كلام. خلي كلامك موزون في مكانه، وخلي كلامك موزون في وقته، وخلي كلامك موزون لأذن سامعة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، علما أنها تولد خصومات. ويقول أيضا معلمنا القديس بولس لتلميذه تيتوس، أما المباحثات الغبية، برضو تاني الظاهر معلمنا القديس بولس كان يعاني من المباحثات الغبية. وطبعا دايما أي قائد في للشعب يعاني من المباحثات الغبية، فواضح أن القديس بولس كان بيعاني. باعت لتلميذه تيموساوس يقول له كده، وباعت لتلميذه تيتوس يقول له المباحثات الغبية والخصومات والمنازعات اجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. إذن يا أحبائي، تأملنا أن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. يحل لي أن أنا أقول أي كلام، بس ما يوافقش أن أنا أقول كلمة ليست في محلها وليست في مكانها وليست لأذن سامعة. دول الثلاث مجموعات من الآيات، وليكم عندي ثلاث قصص، يعني ثلاث مجموعات من الآيات دي كانت الجرعة الثقيلة الهامة، وثلاث قصص تخدم على الثلاث آيات. أول قصة، قصة جميلة أنا قلتها كتير بس أقولها تاني وتالت ورابع، قصة سقراط. سقراط كان أحد الأدباء في اليونان، وكان حكيما جدا. ففي مرة واحد جيل سقراط بيقول له إيه، بيقول له يا سيدي سقراط، لي كلمة معك. قال له نعم. قال له عايز أقول لك حاجة على واحد من تلاميذك. قال له طب بس عايز أسألك ثلاث أسئلة، اللي انت هتقوله لي عن تلميذي ده متأكد منه؟ قال له الحقيقة لا، أنا سمعت. قال له الله، يعني هتقول لي حاجة مش متأكد منها؟ قال له آه. قال طب السؤال التاني، اللي انت هتقوله لي ده، اللي انت هتقوله لي ده
خبر طيب عن تلميذي أم لا؟ يعني حاجة كويسة ولا لا؟ قالوا الحقيقة لا. هي الناس تقول الحاجات الحلوة؟ لا. طب يعني لو واحد فيه حاجات حلوة 10 حاجات حلوة وحاجة وحشة هيسيبوا الـ10 ويمسكوا الوحش. بس ده مش شيمة كل الناس، دي شيمة الناس اللي ربنا لا يرضى عنهم. إنما في ناس تاني لا. فقال له اللي هتقوله لي ده خبر طيب ولا لا؟ قال له لا مش طيب. قال له طب السؤال التالت، اللي انت هتقوله لي عن تلميذي ده هيفيدني ولا لا؟ قال له الحقيقة لا. قال له أيها الحبيب، عايز تقول لي حاجة انت مش متأكد منها صح ولا غلط، وما انتش وفي نفس الوقت خبر غير طيب وفي نفس الوقت حاجة مش هتفيدني، تقولها لي ليه؟ فاتكسف وخجل ومشي. ويا ليته يتعلم هذا الأخ إنه يوزن كلامه ويبقى كلامه موزون في مكانه وفي محله ويكون لأذن سامعة. قصة تانية بعنوان أديسون الغبي. عارفين أديسون ده مين ولا لا؟ مخترع الكهرباء مش كده؟ ولا مش كده؟ الكهرباء اللي احنا الكهرباء دي أديسون ده هو اللي اخترع الكهرباء. فقصة مشهورة عن أديسون انه هو صغير وهو طفل كان شقي قوي، ودايما خلي بالكم الشقي بيبقوا أذكياء، كان شقي قوي. فالمدرسة اتضايقوا منه جدا فبعتوا جواب لأمه يقولوا لها ايه؟ ابنك غبي جدا فمن صباح الغد لا نقبله في المدرسة. هو خد الجواب مقفول واداه لأمه، كان أبوه ميت فاداه لأمه. فأمه خدت الجواب قريته كده واتحمقت ومسكت دموعها، قال لها ماما ايه بتقول؟ بيقول ايه الجواب؟ اصل قالوا لي ده خاص بي. ايه الجواب فيه ايه؟ قالت له يا حبيبي الجواب بيقول ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، فعليك أن تعلميه في المنزل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الأم الحكيمة دي؟ إيه الأم اللي بتوزن الكلام في مكانه وفي محله ولأذن سامعة دي؟ إيه الجمال ده؟ إدارة المدرسة تبعت تقول ابنك غبي جداً فمن صباح الغد لا نقبله في المدرسة، ومن الأم تتحمق وتمسك نفسها. ماما إيه بيقول إيه الجواب؟ قالت له يا حبيبي بيقول ابنك عبقري والمدرسة صغيرة جدا عليه وعلى قدراته ولذلك عليه أن يتعلم في المنزل. ومرت السنين وتوفت والدة أديسون والذي تحول لأكبر مخترع في تاريخ البشرية. وبعدين بيبحث في يوم في خزينة أمه فلقي هذا الجواب، وكان نص الرسالة ابنك غبي جدا فمن صباح الغد لا تدخليه المدرسة، لا نقبله في المدرسة. فبكى أديسون كثيرا، وبعدها كتب في مذكراته أديسون كان طفلا غبيا وبفضل والدته الرائعة تحول إلى عبقري. من جملة واحدة. لو كانت قالت له الجملة هي زي ما هي كانت دمرته، إنما بحكمة وفطنة وزنت كلامها وبكلامها موزون في مكانه في محله ولأذن حكيمة. فكتب في مذكراته أديسون كان طفلا غبيا ولكن بفضل والدته الرائعة تحول لعبقري. القصة الأخيرة حكيتها قبل كده وقصة فني شوية كده،
ولكن لها معنى. كان في أسد في الغابة، فالأسد طلع له خراج في بقه وجعان عايز ياكل، فطلع يدور على فريسة، لقى الحمار، قال له يا حمار، قال له نعم يا سيدي، قال له صباح الخير يا حمار، قال له صباح الخير يا سيدي، قال له هو بقي ريحته يعني كريهة ولا ايه؟ تعال شم كده. فجي شم فقال يا اوف، ريحتك ريحة بقك كريهة جدا يا سيدي. قال له انت بتكلمني كده ازاي وانا سيد الغابة؟ راح رافع ايده مديله بايده، وقع في طرسه، لف الكلام في الغابة كلها. بعد يومين طالع لقى الدب، الدب ده دب، فقال له يا دب، قال له نعم يا سيدي، قال له صباح الخير، قال له صباح الخير يا سيدي، سمع اللي حصل مع الحمار، قال له بقي ريحته كريهة، تعال شوف كده. جه الدب يشم، قال له ايه؟ يا سلام يا سيدي، ريحتك ذكية جدا. قال له يا مخادع، يا مخادع، انت بتخدعني وانا سيد الغابة. راح رفع ايده ضربه، وقع في طرسه. بعد يومين ماشي الأسد فلقى القرد، والقرد قرد، قال له صباح الخير يا قرد، قال له أهلا بسيدي. طبعا القرد سمع باللي حصل مع الحمار واللي حصل مع الدب، فقال له صباح الخير يا قرد، قال له صباح الخير يا سيدي، وراح نط طلع فوق الشجرة. قال له انت طلعت فوق ليه؟ قال له اصل عندي زكام، انا مسكوم. قال له بس انا عايزك تيجي تشمني. قال له لا لا لا، انا مسكوم يا سيدي، لو نزلت اشمك ممكن سيدي يصاب بالزكام، فلا لا لا لا، انزل يا قرد. قال له لا لا لا، انا مسكوم يا سيدي، ومرضيش ينزل. فطلع هو أذكى واحد. القصة الرمزية دي تدينا فكرة امتى نتكلم، نتكلم ازاي، وكل واحد فينا يوزن كلامه ويكون كلامه في مكانه. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في مكانها، وفي نفس الوقت مش بس في مكانها، في وقتها، زي ما بيقول سفر الأمثال أيضا، الكلمة في وقتها ما أحسنها. مش بس كده، الكلمة تبقى موزونة في مكانها وموزونة في وقتها ولأذن سامعة، زي ما بيقول سفر الأمثال، لا تتكلم في أذني الجاهل لألا يحتقر حكمة كلامك، وقرط من ذهب وحلي من فضة، أسف، حلي من إبريز، من ذهب خالص. الكلام الموبخ الحكيم لأذن سامعة، عشان كده كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الكلام يحل لي، لكن ليس أي كلام يوافق. لأ، لألا كلمة غلط تعمل لك عصرة وتعمل الآخرين عصرة ونهايتها تبقى طرق الموت، وهو ده شبه الشر. تأملنا يا أحبائي في طريق المشغولية الزائدة، وطريق المحبة الضار، وطريق الصداقة الضار، وطريق العلاقات العاطفية الضار، وطريق كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. إن شاء الله بكرة سيكون تأملنا عن كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. هذا هو موضوع تأملنا غدا إن شاء الله. الرب يبارككم يا أحبائي بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وإكرام من الأبد.